حياكم وبياكم، هلا بكم. إذا أعتقد انتهت مباراة قطر والإكوادور بخسارة المنتخب القطري في افتتاح كأس العالم، افتتاح كأس العالم. يعني بالنسبة لنا مو حلوة. المنتخب القطري كنا نعرف أو نتمنى أنه يكون أداء أفضل من هذا. المنتخب القطري شايفينه يعني يمتلك أدوات وأداء أفضل من هذا بكثير. يعني المنتخب القطري يلعب في مباريات أو في بطولات قارية هناك بالأمريكيتين، أو ممكن بأي بطولة شارك بها المنتخب القطري، قدم أداء في بعض الأحيان مبهر. وفي آسيا هماتين، لكن المنتخب القطري اليوم ما هو المنتخب القطري اللي عرفناه. يا جماعة الخير، 4 تمريرات ما تكمل وياكم، 4 تمريرات جملة تكتيكية واحدة ما تصير. يعني ما أعرف، المنتخب القطري أو المنتخب الإكوادوري الظاهر قارئ المنتخب القطري كلش زين، مو هو هذا المنتخب الإكوادوري اللي لعب ضد العراق. لا، أكو هواي عناصر بي متغيرة الفريق، وأعتقد أنه هو عاد العدة جيدا. لاعبين يا جماعة الخير الإكوادوريين، شوفوا هسه هذا لما نتكلم عن قصر اللاعب، عن ضعف البدني، عن نبطي، اليوم بين مع المنتخب الإكوادوري. يعني عندنا لاعبين مثلا بالعراق، عندنا محمد قاسم مبهر عندنا، لكن لما تخليه مع هذول القروش يسلسون تسلس يعثرون بيه أصلا. فالقوة البدنية، الطول، الضخامة، السرعة، الاحتكاكات الهوائية الأرضية، كلها اليوم كانت لصالح المنتخب الإكوادوري. الموضوع خرج عن نطاق الإمكانيات الفنية للمنتخب القطري ودخل في خانة الإمكانيات النفسية والبدنية. يعني المنتخب الإكوادوري سوى تشوك للمنتخب القطري في بداية المباراة، سجل عليه هدف وجابه، أو بين قوسين تافه بالأول تافه بالثاني داخل المنتخب القطري، ضاع وتاه. لا هو مدافع زين ولا هو مهاجم، ضيع المشيتين، لا أبو علي ولا مسحاته. يعني بين قوسين المنتخب القطري اليوم ما أدى اللي عليه، وكان من بالإمكان أن يدخل للمباراة هذه نفسيا أفضل بكثير مما حدث. هسه أشوف أني المحللين المعلقين غيرهم يحجون عن أنه هي هذه يعني عادات الافتتاحيات في البطولات، خاصة كأس العالم، ويكون الأداء نفسي أكثر مما هو فني، لكن مو لهالدرجة. يعني المنتخب القطري ما واجه هجوم شرس من المنتخب الإكوادوري، مو ضغط شرس، مو مثل ما نتوقع. يعني ذاك اليوم مثلا المنتخب الإكوادوري لما لعب أمام المنتخب العراقي كان شرس يحاول أن يصل، لكن واجه دفاع منظم المنتخب الإكوادوري لما كان شرس. والدليل لما نجي نشوف الإحصاءات بين المنتخب القطري والمنتخب الإكوادوري تكاد تكون متساوية بعدد التمريرات بالتسديدات، يعني مالت أكيد يعني الإكوادور، لكن ما مالت بشكل كبير جدا. يعني أكو تفاوت نوعا ما بسيط بين مو بسيط بسيط، وإنما أكو يعني المنتخب القطري لو شوية شاد الهمة، لو شوية منطيها، كان بالإمكان أنه يجاري المنتخب الإكوادوري. تشوف تمريرات متساوية، عدد صحيح للتمريرات ممكن في بعض الأحيان ممكن يكون متساوي، لكن هو تشوف أنه للأسف يعني المنتخب القطري المبادرة ما كانت بإيده. فنشوف المنتخب الإكوادوري لعب وفاز على البارد، على السهل، على المرتاح، أخذ 3 نقاط وهو مقدم شيء. كل شيء ما قدم ترى اليوم المنتخب الإكوادوري، فقط لقطتين ظهر بهن المهاجم فالنسيا، المهم سجل هدفين. هو هذا الفارق. شوف هسه الدفاع المنتخب العراقي ذاك اليوم معانا لما لعبوا المنتخب الاكوادوري، هنا ظهر الفارق. الطول وامكانيات عندنا زيد تحسين ومناف وعلي فائز ساعدتنا هواي، لما تجي للمنتخب القطري لها قصر القام هذا اثر هواي على الفريق. وبعد هذا انه المنتخب الاكوادوري هماتي عرف شلون يتلاعب بالمنتخب القطري، وبسهوله اخذ المباراه. يا جماعه الخير، انت لما تجي تواجه المنتخب الاكوادوري وتلعب معاهم بارتكاز واحد وعفيفي، يعني ماكو معاه
لاعب ثاني يسوي لك حلول الفريق، يعني بمجرد ما يتعرض إلى هدف ما تقدر ترجع بسهولة. بضياف ثقيل جدا، عندك عفيف يا جماعة الخير، لو فقط عندك لاعب واحد مثله دائما. أنا بالكرة العربية دائما، يعني حسب العراق، بالسعودية، قطر، الإمارات، عدا الكرة الإفريقية، نشوف زين مهتمين بهذا الموضوع لكن مو بشكل المتوقع. دائما يا جماعة الخير ما عندنا الحلول في وسط الميدان، قلب الفريق، إمكانيات الفريق، محرك الفريق، إذا ما يكون شغال من وسط الملعب خلاص تلعب طوب، انتهى الموضوع وياك. لذلك شفنا اليوم قطر أول ما بدت المباراة انتهت، نسوا كرة القدم، نسوا كرة القدم يا جماعة الخير. تمريرات، الري تمريرات، واحدة اثنين ثلاثة أربعة، سيطر على الكرة شوية، على اليمين على اليسار، أبادر، أهاجم، أسدد، ضربة حرة، ركنية، ركنية، ماكو. ما أدري يعني أنا اليوم الإعداد النفسي للفريق إحنا ضروري جدا يا جماعة الخير. يا جماعة الخير إحنا اليوم جاي نمثل منتخباتنا في قطر، منتخبنا تقريبا واحد، المنتخبات العربية كلها فريق واحد، إحنا نجي نشجعكم ونحس إنه إحنا جاي نلعب. ولا درجة يعني نفسيا تنهزم بداية المباراة، أوكي جه هدف حاول إنه تعدل، لكن على إحنا واضح من البداية أول ما بدأت المباراة انتهت، الفريق ناسي كرة القدم نفسيا، ما عندهم هذاك الاندفاع، الاندفاع، الروح القتالية اللي نشوفها شفناها أحيانا عند منتخب قطر، لكن اليوم إجوا ناسي كرة القدم، ما حاضرة معه، ناسيها، ظاهرين ببيوتهم. لما تغيب الحلول في أرضية الملعب، في وسط الميدان، ضع من عندك كل شيء. يعني أنت تعتمد فقط على عفيفي في صناعة اللعب، معقول؟ معقول؟ لاعب رائع عفيفي، لكن واحدة ما يسويش، شفناه يعني الفريق الإكوادوري اللاعب أو الفريق القطري اللاعب الوحيد المرتاح به، اللي يمرر واللي يحاول إنه يشاغل ويهندس هو عفيفي، عفيفي فقط. لاعب بعد ثاني معه، يعني تصال لك 5 6 سنوات، معقولة ما جبت لك لاعب مثل عفيفي معك بالفريق؟ ما قدرت تحصل هجم موهبة، ما قدرت تحصل هجم موهبة، معقولة؟ لاعب مثل عموري بالإمارات، زيدان إقبال اليوم بالمنتخب العراقي، لاعب ثاني معه مع عفيف يجي، يعني من هالنوعية هاي يسوي لك حلول، مثل نشأة أكرم سابقا بالمنتخب العراقي، أبو تريكة بالمنتخب المصري، لاعب يسوي لك حلول في وسط الميدان، يهندس لعب، يعني تعتمد على لاعب. هسه أوكي أصيب عفيف، تعرفون إذا أصيب عفيف شو يصير؟ رسميا المنتخب القطري خارج البطولة. طيب الآن عدى المنتخب القطري على اساس ممكن يعوض، وسفيان من يعوض مع مين؟ مع مين يا جماعه الخير؟ عموما فتحيد كلش حلوه للمنتخب القطري، اداء مبهر مبهر وفوق المتوقع بالنسبه للمنتخب القطري. اعتقد كل احنا خاصه احنا العراقيين يعني هوايه هوايه نشوف انه احنا مظلومين، يعني عندنا خيرات الله بس تنظيميا ولا اعلاميا ولا على مستوى الفريق، يعني احنا متاخرين باشواط وسنوات ضوئيه عن قطر للاسف. يعني على العلم يعني عندنا فريق نتامل به خير ان شاء الله بالسنوات القادمه. فاشوف انه احنا لازم نتعلم من هذه التجربه، لازم نتعلم من بناء الفريق. بالنسبه للمنتخب القطري شفتوا هسه، يعني هذا اللي نحتاجه احنا، احنا نجي نتعلم من قطر ليش هيك صار معها، وهل بامكانه انه ترجع؟ ما ادري، ما اعرف اذا بقوا على هوا وضعيتهم، لا اكيد ما يسوش اكيد. فيلا هاي 3-0 يتوقع يونس محمود تورط على روحه يونس، تورط مش يخلصها وياك ابو ذنون 3-0 القطر امام الاكوادور. السرعه، القوة البدنية، لما تجي تعد فريق فكر بطول وضخامة اللاعبين، سرعتهم، التحاماتهم. يا جماعة الخير العالم جاي يتجه إلى مصارعين يدخلهم في الملعب، مو مجرد لاعبين. كرة القدم تعتمد على القوة البدنية، على اللياقة، على السرعة، وبعدين تجي المهارة،
ممكن فريق عنده مهارة لكن يواجه فريق من المصارعين ما يقدرون يعني انت بالسرعة بالانتحامات البدنية بهذني ممكن تحسم مباراة، ما تقدم بها أداء تحسم مباراة. فأهم شيء هذا بالفريق لما تجي تعد فريق أول ما تبلش بهذني. بالعراق احنا هذا الموضوع نسوه. لذلك جتنا فترة من الفترات ولو ما قبلت من باكتير من قلت فريق الأقزام، ما يصير يا جماعة الخير، هذا الحجم ما يفيد بعد. اشتغلوا على يعني الضخامة، لاعب ضخم، لاعب شرس، لاعب قوة ثنت زي تحسين هسات أمل بي خير مناف تمام، أمجد عطوان بدنية مقبول، فهتشو يعني ضخامة مثل يعني فرق من قبل لما كان ناظم شاكر عدنان درجال، يعني الضخامة البدنية اللي كانت ميز بها منتخب العراق بالثمانينات بمجرد ما غابت غاب العراق. تلاحظ شلون؟ نهاية هذا الفيديو، أشوفكم على خير كالعادة من غرفتي بالفندق، جاي أعد للماجستير وجاي أدرس دراسات عليا، أتمنى التوفيق للجميع، وعذروني لازم أكون متواصل يعني حتى لما موجود بالاستوديو. في أمان الله.